فرحة التحرير وذكرى النصر على داعش لم تكتمل إلى الآن، فلا تزال آلاف العائلات تنتظر الكشف عن مصير أبنائها الذين فقدوا آبان الحرب مع داعش، ليتركوا خلفهم نساء وأطفالا قطنوا في مخيمات النزوح التي لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف. غار النسوان الزلمنا كلهم في غودة وراحت، اليوم 4 سنين ما ندري هم ميتين حيين، وجهان من العربان تصدق عليهم تلبسهم ملابس وتجيب لهم أكل وتجيب لهم فلوس نعيشهم، كل شيء ما عدنا. وغير النساء وين دايحة، المي من جوا طبعين، المي من جوا فراش ما عدنا نحط جوانئ، جهان التراجح من البرد، حفرنا بالقاع وجبنا من بعيد، جبنا على ظهورنا حديد وخشب ونبتنا بالقاع عنا سوانا، ما عدنا لا زلم لا عدنا أخ لا عدنا حد، ما ضل عدنا حد غير النساء والجهيل. والله وليدي ما تحمينا لا من مطر ولا من برد، هسه طب وشوف النزيزه وين طبت، على الجهال وعلى الصوبات ما عدنا تاني عليك وشي، واحنا نازحين من جزيره تكريت، من جزيره تكريت جانا التحرير مال الجزيره وشال ولدنا، ما خلى عدنا غير الشياب 3 مدي 4 خذوهم وردوا عقب 3 ايام هدوهم، من 2016 6/3 اعتقلوا ولدنا. والله قدمنا شكاوي، طلعنا حج غيبوبه، طلعنا لهم بلاق ورحنا لبغداد وانطينا فايلات وبصمنا، قالوا 8/11 تجون، صار 8/11 مظاهرات ما نقدر نوصل. آلاف المختطفين والمغيبين، منهم من اختطف من قبل عصابات داعش الإرهابية، ومنهم من اختطفته الأيادي الخارجة عن إطار الدولة والتي لوثت عمليات تحرير الأرض من براثم التنظيم الإرهابي، هذا ما رواه لنا أحد الناجين. ولا المعتقلين هم اغلبهم من جزيره تكريت، من عشائر تكريت معروفه هناك مجموعه العشائر، والمعتقلين كلهم من جزيره تكريت، معاناتهم تعرفهم عدد كثير، والبعض العوائل كل رجالها راحوا ما بغت بس النساء والاطفال. عدد المعتقلين هم كانوا تحدد 400 الى 353 المسجلين ومقيدين بمجلس المحافظه، مقيدين عند البرلمان، عند منظمه حقوق الانسان، عند كل المنظمات الدوليه، التقينا مع المسؤولين كلهم لكن نادي وما حد يسمع لنا. في العين دمعة الأم التي فقدت ابنها وتنتظر عودته، وصرخات أطفال يتامى غيبت آباؤهم أسلحة الخارجين عن إطار الدولة، ليبقى مصير عائلاتهم بين ألم النزوح وقساوة فقدان من يحبون. من صلاح الدين محمد السامرائي، قناة التغيير.